طبعا ما في شك ان كلنا بنعتمد على الواي فاي في الدخول على شبكه الانترنت وتبادل المعلومات، لكن خلال السنوات الاخيره ظهرت تقنيه جديده اسمها لاي فاي، بيقولوا ان سرعتها اعلى بكتير من الواي فاي. من تفاصيل اكتر من الدكتور حاتم زغلول، هيكلمنا اكتر عن الواي فاي واللاي فاي والفروق ما بينهم. دكتور اهلا وسهلا بيك، ايه هي تقنيه اللاي فاي؟ والله هي تقنية جديدة، يعني هي طبعا تطوير من تكنولوجيات قديمة، لكن هي تقنية جديدة اللي بتحط المعلومات على الضوء اللي بيتشاف، اللي هو الضوء المرئي يعني. طب الفرق يكون ايه ما بين الاثنين يا فندم؟ الواي فاي في موجات قصيره او يعني طويله بالنسبه للضوء، فالموجات دي يعني التردد بتاعها واطي فالنطاق ضيق، اما في الضوء النطاق واسع جدا، فممكن تبقى المعلومات اسرع بكتير من الراديو. تمام، وده احنا بالفعل تم تطبيقها ولا لسه لم يتم تطبيقها؟ يعني انا عايز اوضح ان استعمال الضوء في الاتصالات ده ظهر مثلا 4 مرات، كل 10 سنين بيظهر، وللاسف بيحصل نوع من الهايب او التوقع الزايد عن اللزوم، فالناس بتقول بقى ده خلاص هيحل محل الراديو، هيحل محل الواي فاي. ده مش هيحصل، لان الضوء له عيوبه، مثلا في الشمس مش هيشتغل، في ما بيخرجش من حيطه صماء، يعني لو الحيطه ما فيهاش شبابيك مش هيعدي منها، فده عيوب فيه. لكن دي العيوب دي طبعا مميزات في احوال تانية، فالفكره ان هو مكمل للتكنولوجيات التانية في الاتصالات. لكن مش ممكن مثلا مع الوقت الواي فاي يختفي تماما وتنتشر اللاي فاي او تقنيه اللاي فاي؟ لا، صعب طبعا لأكثر من سبب. يعني احنا في العالم النهارده في سنه 24 او اواخر 23 في فوق 22 مليار جهاز واي فاي، فالعدد ده يعني بيس صعب جدا انه يتشال. لكن اللاي فاي كويس لحاجات معينة لاستخدامات محدودة، ممكن تمثل 10% من السوق مش أكتر. طيب اعذرني يا باشمهندس، هل الموضوع زي ما حضرتك ذكرت الفرق ما بين الواي فاي واللاي فاي؟ الواي فاي بيعتمد على ترددات الراديو، أما اللاي فاي بيعتمد على الإنارة، على الضوء، مظبوط؟ هل لو في مكان مثلا يا فندم التردد بتاع الراديو ضعيف، هل ده معناه أن النت هيكون ضعيف في المكان ده؟ هو تردد راديو، يعني احنا طبعا التردد اللي احنا بنتكلم عنه خارج من جهاز ارسال زي الراوتر في البيت، فلو ما فيش راوتر طبعا ما فيش خدمه، يعني لو انت بعيد عن الراوتر الخدمه ضعيفه، كل ما بتبعد الخدمه بتضعف. طيب اي حاجه بتتحدد استمراريتها وقابليتها للتنفيذ وكمان مدى انتشارها وهي بتبقى كلفتها او الكلفه مقارنه بالاستخدام. الكلفه بتاعه اللاي فاي هتبقى ايه مقارنه بالواي فاي وبالكيبل؟ يعني خلينا نقارن كل الحاجات اللي احنا عارفينها نقدر نستخدم منها الانترنت. هو الميزه الرئيسيه في الواي فاي واللاي فاي ان هم لاسلكي. العيب في النظام زي ADSL والنظم الأرضية إنها محتاجة كابلات، والكابلات دي بتتقطع وده عيوب وكلنا بنعاني منها. لكن طبعا كل واحدة لها ميزتها. الفايبر أنا بقول لو نقدر نركب في صباع كل واحد جهاز خط فايبر أو خط ألياف ضوئية نعملها، لأن طبعا السرعة عالية جدا، لكن التكلفة والاستحالة في ان احنا نوصله البني آدم طبعا دي مشكلة. الواي فاي واللاي فاي الاثنين رخاص. الواي فاي ما بيكلفش التليفون اكتر من دولار، اللاي فاي نفس الشيء، الا ان الراوترز ممكن تبقى ارخص سنة من راوترات الواي فاي. اكيد. طيب هل هي تقنية امنة اللاي فاي؟ طبعا يعني ولا ليها اي تأثير مثلا على صحة الانسان؟ الضوء موجود وكلنا متعودين عليه، يعني فالضوء مش هيأذي
إلى حد كبير. الراديو طبعا إشعاع مش متعودين احنا عليه، يعني مش موجود حوالينا بصورة طبيعية. فطبعا الواي فاي طبعا بنحذر من ان الواحد يحط الراوتر على مكتبه او يحطه جنبه او يحط التليفون على ودنه طول يعني هي الوقت، أفضل من الواي ده فاي مش كويس. من حيث الأمان، هي الأفضل من الواي فاي. ده حقيقي طبعا. طيب لما نيجي نبص كده على المستقبل، نبقى متخيلين انه اللاي فاي ممكن يتم توفيره من خلال انارات الشوارع، انارات العمارات الصديقه للبيئه، التوسع اللي احنا شايفينه ده ممكن يصحبه توسع اخر في استخدام اللاي فاي او التقنيه، كل واحد وهو ماشي في الشارع يبقى معاه انترنت؟ لا، انا ما اتصورش انه هينتشر في الخارج، يعني في البابليك ارياز، في الاماكن العامه، لان دي فيها ضوء شمس في النهار هيتعب الارسال جدا يعني، او الاستقبال، لان ضوء الشمس بيطغى على كل الارسال البشري يعني. فأتوقع إنه يستخدم داخل المباني، ويستخدم خاصة للاتصالات اللي الواحد عايز فيها سرية، مش عايزها توصل لحد بره، فهيبقى استعماله كده أكتر يعني. لكن وجميع استعماله في الأجهزة بتدعم تقنية الواي فاي وبتدعم تقنية اللاي فاي. بالظبط. أكيد. كل شكر ليك الدكتور حاتم زغلول، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا.